في إطار تصديها لمحتكر السلع الغذائية ومحاولات غش المستلزمات الطبية، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفين، حيث نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، وخلال 24 ساعة في ضبط 1235 قضية تموينية متنوعة، منها ضبط 1200 كيلو أرز حجبها مسؤول مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص بالإسكندرية عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من أسعارها، وضبط 25 طن تمور وأكثر من طن دواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمخزن وثلاجة للسلع الغذائية بدون ترخيص بالجيزة. وعلى صعيد ضبط غش المستلزمات الطبية، تمكنت الإدارة من ضبط أكثر من 2.5 طن كحول مجهول المصدر لدى مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المطهرات بالإسكندرية، ونجحت في ضبط نحو 5000 قطعة مستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات ونصف طن مستلزمات إنتاجها مجهولة المصدر لدى مالك مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية بالشرقية. الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وفي الاتجاه ذاته تمكنت من ضبط 4 مصانع ومخزن بدون ترخيص لإنتاج السلع الغذائية لقيام القائمين عليها بغش السلع ووضع علامات تجارية مقلدة بنطاق محافظة القليوبية بمضبوطات تزن نحو 45 طن مواد غذائية مغشوشة، كما ضبطت 4 مصانع لإنتاج وتعبئة الكحول والمواد الكيميائية وتعبئة الكلور والمنظفات المنزلية بدون ترخيص مع غش المنتجات، وتم ضبط أكثر من 14 طن مواد كيميائية وبترولية. مديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تمكنت من ضبط 150 ألف كمامة طبية غير صالحة للاستخدام لدى مالك مصنع بدون ترخيص لتصنيع الكمامات مع استخدام خامات رديئة في الإنتاج وبيعها بأسعار تفوق أسعارها الأصلية، كما تم ضبط أدوات ومعدات التصنيع. مديرية أمن الإسكندرية بدورها نجحت في ضبط مصنع بدون ترخيص للملابس المسؤول عنه يقوم بتصنيع مستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية ومن خامات رديئة ومجهولة المصدر، والمصنع غير مستوفى للاشتراطات الصحية، وتم ضبط أكثر من 6000 كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات وكميات من المواد والأدوات المستخدمة في التصنيع. واستمرارا للخطة المتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي تمثلت في عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية التي تقوم أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقها، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها على مستوى الجمهورية لمتابعة مدى التزام أصحاب المحال العامة بقرارات تنظيم الغلق والفتح التي أصدرها مجلس الوزراء، إضافة إلى غلق أماكن الأنشطة التعليمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، إضافة إلى الانتشار الأمني الفعال في الشارع لتنفيذ قرار حظر حركة المواطنين حرصاً على سلامتهم وصحتهم ضمن الإجراءات الوقائية المعتمدة لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد. وقد نجحت هذه الحملات في غلق 12309 أماكن لأنشطة تعليمية على مستوى الجمهورية حتى الآن. هذا وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمساندة القرارات والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.